وأخيرا تدفق الماء من علو 16 مترا ليكون ذلك بمثابة شهادة نجاح لتجارب عدة أجراها الصادق الشاميري على مضخة يدوية هي من صنعته بأدوات بسيطة لتأدية عمل جبار كان مجرد هواجس منذ بدأت الحاجة مع انقطاع التيار الكهربائي في تعز. يعتبر ناجح، تقربنا، يعتبر هذه أول تجربة ناجحة عملناها تمام واشتغلنا فيها ووجدنا فيها نتيجة حلوة جدا. يقول صادق الذي يعمل في صناعة المشغولات والحرف اليدوية أن النموذج تقوم فكرته في الأساس على عملية الدفع المتتابع، وقد جاء إسهاما منه في التخفيف من أعباء الحرب على ساكني أرياف ومدينة تعز التي تعاني شحة مياه وتحتاج إلى معالجات في هذا الجانب في ظل انقطاع الطاقة وانعدامها. والله لاحتياجات الناس خاصة في القرى في الأماكن التي ينعدم فيها الكهرباء وبظل الأزمة الراهنة في البلاد اضطرينا إلى عمل شيء يستفيد منه المجتمع، وهذه إن شاء الله ستصدر إلى كل بيت خاصة في القرى. يبدو المشروع في شكله الأولي بسيطا بالنظر إلى تكويناته من حبل وأنابيب بلاستيكية وعجلة دراجة هوائية، غير أنه عند الجلوس مع صادق تعرف أن خروج الماء بهذا القدر من العلو ليس بالأمر السهل، فالمشروع مر بمراحل تطويرية استغرقت كثيرا من الجهد والوقت، حيث بدأت قدرات المضخة بادئ الأمر مع 6 أمتار لتصل مع تكثيف الجهود وإضافات بعض القطع إلى 15 مترا، وقد يستقر الأمر عند 30 في ظل رغبة وإصرار يبديها صاحب الابتكار. بدأنا أول حاجة بارتفاع تقريبا 3 أو 4 متر، فكانت متكاملة عبارة عن مضخة تأخذها في أي مكان، يعني متنقلة تطرحها في أي مكان وتشتغل فيها، فحاولنا أن نكبر الارتفاع لضخل عملية الآبار، أهم شيء الآبار هي المطلبة لهذه الأشياء، حاولنا نكبر المشروع وعملنا على ارتفاع 4 دور بحدود 15 متر كذا، واحتمال تزيد كذا في حالة أنه وجدنا طريقة بحيث تكون العملية سهلة جدا. على الرغم من الصعوبات التي اعترضت طريق هذا الإنجاز، إلا أن براعة صادق مكنته من تجاوز كل تلك المشاكل، يعزز ذلك فهم المبتكر لعمل المضخة وديناميكية وظيفتها، حيث يقدمها بكل سلاسة ووضوح. تتكون يعني من مواسير طبعا، وعبارة عن خيط الحبل هذا في بلقلات بطريقتها الميكانيكية، تعمل على رفع الماء عن طريق العجلة حق دراجة هواية سيكل. هذا الغاطس عبارة عن كتلة اسمنت تتكون عن فيارة عن طريق مثلث، تمر في بول الحبل هذا عن طريق الجلد وتدفع الماء من تحت من فوق القصبة إلى فوق إلى أعلى، كل جلدة تعمل دورة بدفع الماء فقط لا غير، ومن فوق عمل عمليات أما هذه فتعتبر الآن نحن في عمق البئر من فوق بنرفع من فوق. قوبل الابتكار باستحسان المحيط باعتباره مشروع نفعي للجميع، ودعا السكان إلى ضرورة دعمه بما يمكن من تعدد النموذج وتسخيره للمنفعة العامة. الجار العزيز صادق الشاميري منذ أن عرفته جار طموح ومبتكر ومخترع، بدأ باختراع أشياء بسيطة ثم تطور إلى ما هو أعلى منها. طبعا هذه الفكرة فكرة يعني رفع المياه إلى الدور الرابع الخامس كنا نعاني منها قديما، فبفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود التي بذلها الأخ صادق الشاميري الحمد لله الآن يتم رفع الماء دون معاناة، وخاصة بسبب انقطاع الكهرباء وكذلك كما نعاني في الأرياف. يبقى القول أن على الحكومة الشرعية والسلطات المحلية بتعز تتبع مثل هذه الإنجازات ودعم مشاريعها خدمة للوطن.